نجم أهلاوي محبوب لتاريخه الفني الطويل، ولما لا؟ هو الذي بدأ مشواره بدور صغير في فيلم دماء على الأسفلت عام 92 للمخرج الكبير عاطف الطيب. نجمنا الفنان الأهلاوي الكبير مجدي كامل الذي ولد سبتمبر عام 1970، بدأ مسيرته الفنية قبل تخرجه بعام من معهد الفنون المسرحية الذي زامل فيه الفنانين محمد سعد وأحمد السقا، تخرج بتقدير جيد جدا. أصبح معيدا في المعهد ليبدأ بعدها مشوارا طويلا من العطاء والتألق. اشترك في عدة مسلسلات منها الحفار، ترويض الشرسة، عصر الأئمة، الحصاد المر، سعد اليتيم، رياح الشر، وادي فيران، الحسن بن الهيثم، الوزير الشاعر، درب بن برقوق. لا تنسى الجماهير دوره محمد بن أخت كوكب الشرق في مسلسل أم كلثوم، ودوره عامر في المسلسل الشهير حديث الصباح والمساء، كما لعب دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل العندليب حكاية شعب، وفي مسلسل ناصر، ودوره حامد في مسلسل ابن ليل، وسامي في مسلسلي السرايا وذهاب وعودة. يتمتع الجمهور بدوره مروان بمسلسل بيت الكبير، بالإضافة لدوره في مسلسل حدوتة مرة مع الفنانة غادة عبد الرازق. قام بالبطولة المطلقة للمسلسل التلفزيوني ماريونيت. له فلسفته الخاصة في اختيار الأفلام التي يقدمها، ويحرص دائما على تقديم العمل الجيد الذي يقتنع به تماما، لا تغريه أي إغراءات أخرى حتى وإن كان ذلك يتسبب في ابتعاده عن الساحة الفنية ويؤثر على نجوميته. من أهم أدواره السينمائية التي لا تعد ولا تحصى قيامه بدور محمود الابن الأكبر والصحفي في فيلم التجربة الدنماركية مع الزعيم عادل إمام، دور الضابط ماهر في فيلم بوحة مع محمد سعد، معتز صديق أحمد حلمي في فيلم ظرف طارق، الضابط صديق أحمد السقا في فيلم ابن القنصل، دوره في فيلم حرب أطاليا وفيلم عن العشق والهوى، فيلم حائط البطولات، انذار بالطاعة، فتاة من إسرائيل، ومرسيدس. كما قام بالبطولة المطلقة في فيلم أبو العريف. بعيدا عن أعماله الفنية، تم تنصيبه ضمن سفراء النوايا الحسنة للجمعيات المدنية التابعة للخارجية المصرية لمشاركته الناجحة في العمل العام وخدمة المجتمع الدولي وتطوير العلاقات الدبلوماسية. ارتبط مجدي كامل بعلاقة عشق بالنادي الأهلي، وارتبط بصداقات مع لاعبيه.